ربما لغز هذه المحطة يعود إلى عراقتها أو شهرتها، لأن شبكة قطارات مترو الأنفاق تضم عشرات الأميال من الخطوط فوق الأرض وتحتها. كلما أتيت إلى المحطة الكبرى في نيويورك ستكتشف وجها جديدا لها. ما نقوم به كل يوم هو التأكد من وصول كل قطار في الموعد المحدد له. علينا مراقبة الخطوط وحركة القطارات خاصة في ساعات الظهور. محطة نيويورك الكبرى تراقب القطارات من الغرب والشمال والشمال الشرقي. لدينا خطوط على مستوى الأرض وأخرى تحتها، ونعكف الآن على بناء خطوط جديدة تحت هذا المستوى. من الأسئلة الغريبة التي أواجهها يومياً هو تزويد المسافرين بعناوين المدارس والأطباء في هذه المنطقة. نتعامل مع كل الحالات التي تستجد تأخر القطارات واستفسارات المسافرين والخطوط المعطلة. للأسف عدد قليل من المسافرين يقول شكرا. علي أن أنتقل إلى المسافر الآخر. Everybody's clear. Thank you so much.